الفرقه ملي غتفرقي شعرك بحال هكا غتلقاي ما شاء الله الشعر كثير وداك الزغب الصغير بدا كينوض. في اسبوع واحد البنات في اسبوع واحد كتعطيكم نتيجه خياليه، الشعر كيبدا ينبت من جدر والخلفه كتبدا تنوض ما شاء الله. اش نقول لكم شعرك غيولي هكا كيدير كينغل بالكثافه، عرفتي بدا داك الشعر الصغير سبحان الله كيبدا يبان لك كينبت هكاك في الجلده ديال الراس سبحان الله. لاي وحده معكازه وكتعجز انها دير الوصفات جربي هذا البخاخ هذا ورجعي عندي وردي لي. صحباتي كبداتي كديرين بخير لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وبخير وعلى خير وماشطين ضاحكين يا اختي. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم بحول الله، قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات ما تنساونيش في اللايكات ديالكم قبل ما نبداو الفيديو لانها وصفه ممتازه وكتستاهل اللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم. نزلي دابا وخلي لي اللايك ديالك والتعليقات ديالكم اللي كنحماق عليها وكنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم كاملين. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا والوصفه الرائعه اللي غنشارك معكم اليوم البنات، بخاخ من اروع ما يكون في علاج مشكل الصلع او التونيه الثعلبه، مشكل الفراغات الاماميه اللي كتكون هنا. الصراحه بخاخ رائع جدا، ولكن ضروري تتبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، غنوريك الوصفه كامله ان شاء الله مع طريقه الاستعمال ديالها اللي هي اهم حاجه في هذه الوصفه هذه كامله، هي طريقه الاستعمال كيفاش غتستعملها باش تعطيك النتيجه المطلوبه. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم البنات جبت لكم هميزه رائعه جدا، ناس ديال اسبانيا جبت لكم واحد الهميزه، الرقم ديال السيده غتلقاوه مكتوب في الفيديو وفي صندوق الوصف، تواصلوا معاها وهي غتشرح لكم كلشي ان شاء الله دو ا ا زد، كتشرح احسن مني وهي غتعرف تشرح لكم احسن مني. البنات ما غتحتاجوا حتى شي حاجه، راس المال زيرو ديغام، اي زيرو ديغام، ما تحتاجي حتى شي ريال، درهم وحده ما غطلبهاش منك. زائد لي زافونتاج البنات اللي عندهم في اسبانيا ما نعاودش لكم، شركه اوريفلام في اسبانيا راه من اروع ما يكون وعندهم دي زافونتاج اللي واعرين بزاف بزاف كتستافدي منهم. هاد السيده هادي ان شاء الله غادي تاخذ بيديك من الاول حتى الاخر، غتشرح لكم كلشي بالديتاي، غتلقاو رقمها في صندوق الوصف ومكتوب في الفيديو، تواصلوا معاها راه ما شاء الله عندها الخاطر وتشرح لكم وتهضر معاكم قولها من طرف شيماء، وهي راها غتكلف بكل شيء البنات، راه ما غتحتاج والو، فقط غيخصك انترنت، كنا عندنا الانترنت، كنا عندنا التليفونات، صافي هادشي غتحتاجي اختي، يعني ما تحتاجي حتى شي حاجه، ما غديبلاصي عند كليان ما حتى شي حاجه، كلشي في التليفون وكلشي عندك في التليفون، انتي في دارك ناعسه وخدامه. البنات اشنو كتسناو؟ الناس ديال اسبانيا كلكم تواصلوا معاها، وحتى الناس اللي عايشين في المغرب وكتعرفوا شي حد في اسبانيا، عندك اختك في اسبانيا، خالتك، اي وحده من لافامي، صيفطي لها هاد النمره ولا صيفطي لها هاد الفيديو او تواصل معها ان شاء الله ورجعوا عندي وغتشكروني على لان السيده الله يعمرها دار البنات. ودابا غندوزو نيشان لمكونات الوصفه وغنعاود نرجع معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال، بقاو معايا للاخير. على بركه الله حبيباتي غنبداو في مكونات الوصفه، ساهلين بزاف بزاف وفي متناول الجميع. اول حاجه غناخذو كاسرونه على هذا الشكل هذا، فاش غنطيبو هاد المكونات وغنضيف كاس ونص كبير ديال الماء، الماء عادي من الروبيني، وهنا غنضيف جوج معالق كبار من الروز الابيض، ضروري من الروز الابيض البنات لابد، الروز الابيض هو اللي فيه داك النشا وكيتلقي داك النشا ديالو. هنا عندي الزعتر، معلقه كبيره ديال الزعتر، اش غنقول لكم الزعتر من اروع ما يكون الشعر وكيمنع تساقط الشعر تماما تماماً وكيساهم في انبات الشعر. وانا عندي بصله حمراء، بصله حمراء شديتها قطعتها مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفها حتى هي الوصفه. بغيتو تضيفوا معها القشور ديال البصله ضيفوا قشور ديال البصله، انا هنا فقط استعملت البصله الداخل ديال اللب ديال البصله. وهنا عندي الحلبه البنات ما تخافوش من الحلبه، انا اكثر وحده كان ما كنحملش ريحه الحلبه وما كتعجبنيش ريحه الحلبه، ولكن في هذه الوصفه هذه ما كتبقاش ريحه الحلبه بتاتا، جربوها ورجعوا عندي وردوا عليا الاخبار، حيت ما غنستعملوش الحلبه مطحونه فقط حبيبات. وهذاك الزعتر البنات راه كيهرس ريحه الحلبه تماما، ما كتبقى لا ريحه الحلبه لا ريحه البصله، كتبقى ريحه زوينه يا البنات. ها نتوما كيف ما شفتوا معايا حطيتها فوق نار مهيله حتى كيتبخ ليا داكشي مزيان مزيان مزيان، كيف ما شفتوا المكونات كامله البنات، مكون كينسيك في مكون، كلهم واعرين للشعر، كلهم رائعين في انبات الشعر. وغادي ناخذ شي اناء بحال هكا فاش غنصفي المكونات، صافي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو غنصفي مزيان دوك المكونات، حيت حنا غنحتاجوا فقط الماء، الماء ديال هادشي كامل هو اللي غنحتاجوا. غنحاول صفي المكونات جيدا، تقدروا البنات تضاعفوا الكميه ديال هادشي اللي درت وتحتفظوا بها في الثلاجه، راه ما كتخسر ما حتى شي حاجه نهائيا. ما تنساونيش فقط في اللايكات، لايكات لايكات ديالكم دابا دابا دابا، خليو لي اللايكات ديالكم، كنعطيكم وصفات مجربين ورائعين جدا، نتوما فقط ما تبخروش عليا في اللايكات وفي البارطاج ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش ان شاء الله هاد الوصفه توصل للناس اللي هما محتاجينها والناس اللي عندهم هذا المشكل هذا.
واللي غيشوفني اختي اول مره ما تنساش تابونا وتفعل داك الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي. كيف مشوا معايا؟ صافي انا بقيت هنا كنصفي مزيان 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 دوك المكونات. كيف مشوا معايا؟ صافي البنت اللي غيسولينا خليت تقريبا فوق البوطه واحد 15 دقيقه بما طاب ليا داكشي مزيان مزيان عاد بصفيتها. وصافي هنا خديت واحد الدواز باش غندوز الوصفه صافي ودرتها في بخاخ باش هكا تجيني ساهله في طريقه الاستعمال. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير غنشارك معكم طريقه الاستعمال اللي هي مهمه جدا البنات. وراك بدايه هذه هي الوصفه ديالنا درتها في البخاخ هذا، اي بخاخ عندكم تقدروا تستعملوها فيه وتحتفظوا بها في الثلاجه البنات. وقتاش نقولوا تستعملوا دابا راك عارفين البرد، شوفوا انا راه مكبطه يا بنات ولابسه مزيان مع هذا البرد هذا، ضروري مع انكم ملي تخرجوها من الثلاجه تستعملوا فقط مثلا هذه حتى في الثلاجه. ملي غنبغي نستعملها شعري غنخرجها وناخذ منها فقط الكميه اللي غنحتاج، مثلا النص ديالها فقط الكميه اللي غنحتاجها، وغادي ندفيها شويه في كاسرونه وعاد باش نديرها في شعري. يعني البنات مايمكنش ديروها بارده شعركم، راه هو على الحال دابا مع البرد هذا ما كاين، يعني احتفظوا بها في الثلاجه وقت ما بغيتوها تخرجوها وتستعملوها. وطريقه الاستعمال ديالها اللي هي مهمه جدا البنات، عندها جوج طرق ديال الاستعمال، نتوما تختاروا اللي عجباتكم. الطريقه الاولى هي انكم تاخذوا هذا البخاخ هذا تفرقوا شعركم بحال هكا كيف ما كنقول لكم ديما على اربعه، هنا على جوج وهنا على جوج وهنا على جوج، يعني شعركم كامل تفرقوه على اربعه وتاخذوا على علاش ما بغيتو. المهم انا الطريقه اللي كنقول لكم اللي انا كندير كنشاركها معكم، وتاخذوا هذا البخاخ هذا وتفرقوا شعركم بحال هكا، ديروا هكا وتماصيو مزيان، ديروا تدليك خفيف لفروه الراس على هذا الشكل هذا حتى تدور الدوره الدمويه مزيان 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 في الشعر، وتحسي براسك سخن ملي كتبقى ديري بحال هكا مساج صافي. وتوصلي هذه الوصفه هذه لجميع الفراغات اللي عندك في الشعر، جميع الفراغات البنات، وتجمعي شعرك بشي بوني ولا بشي زيف صافي باش يتشرب مزيان مزيان ديك الوصفه في الشعر، وغتخليها تقريبا بين ساعتين حتى ثلاثه تسوي ودخلي الدوشي عادي البنات وتغسلي شعرك. وهذه الطريقه اللي تعاودها جوج مرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، متفقين؟ هذه الطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه للناس اللي عندهم مشكل ديال الصلع، المشكل ديال التونيه، عندهم فراغات كبيره في الشعر، عندكم طريقه واحده باش تعطيكم واحد النتيجه اللي هي رائعه جدا وفي اسرع اسرع مده. غتاخذي اختي هذا البخاخ هذا وغترشيه في شعرك او في شعر راجلك او لاي واحد عنده هذا المشكل هذا، وغتديري ديك البلاصه اللي فيها الفراغات وغتبقاي تدلكي مزيان 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 يوميا بدون غسل يوميا. الناس اللي غيسولوني على الحلبه البنات راه مع الزعتر ما بقاتش هذيك الريحه نهائيا البنات. شوفوا ديروا الحلبه في هذه الوصفه هذه وجربوا الوصفه وشموا ريحتها ورجعوا عندي لي كومونتير وردوا عليا الخبر. اي وصفه درتو فيها الحلبه ديروا فيها الزعتر وتشوفوا والله ما كتبقى ريحه الحلبه نهائيا ما كتبقاش. المهم جربوها وردوا عليا الخبر وقولوا لي واش باقا الريحه ولا لا، الناس اللي غيسولوني على الريحه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه غترشيها كيف قلت لك الناس الطريقه الثانيه على شعرك، وغادي تخليها تقريبا يعني تتنشف مزيان وتمشي تنعسي يوميا هذه العمليه بالليل يوميا يوميا حتى ما كتبغي تدوشي ودوشي عادي. المهم استعمليها يوميا بدون غسل بدون حتى شي حاجه في اسبوع واحد البنات، في اسبوع واحد كتعطيكم نتيجه خياليه. الشعر كيبدا ينبت من جدر والخلفه كتبدا تنوض ما شاء الله. اش نقول لكم شعرك غيولي هكا كيدير كينغلب الكثافه. الفرقه ملي غتفرقي شعرك بحال هكا غتلقاي ما شاء الله الشعر كثير وداك الزغب الصغير بدا كينوض. راها وصفه رائعه وبخاخ رائع وساهل في الاستعمال ديالو وساهل في كل شيء البنات، سهل جدا بالنسبه لاي وحده معكازه وكتعجز انها دير الوصفات. جربي هذا البخاخ هذا ورجعي عندي وردي عليا الخبر، غادي تشكروني عليه وغادي ترحموني على هذه الوصفه هذه بحال جميع الوصفات اللي كنشارك معكم اللهم لك الحمد في القناه، وكتعطيكم نتيجه وكترجعوا عندي وكتردوا عليا الخبر حيت البنات كنشارك معكم الوصفات بالمكونات اللي هما رائعين ولا ما نفعوكش مستحيل انهم يضروك. هذا ما كان البنات، وما تنساونيش في اللايكات اللايكات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير. كتبوا لي في لي كومونتير شنو تبغيو تشوفوا عندي في القناه، اي حاجه بغيتوها ان شاء الله غنديرها لكم باذن الله. كتبوا لي في لي كومونتير كنقراهم كاملين. بوسه كبيره لكم، باي باي.